من فيكم راح جدة برومينات؟ هذه أول مرة أروحها بعد التجديدات، واكتشفت أنه هو نفسه اللي عند مسجد الرحمة، وشوفوا كيف استقبلونا. هلا هلا اللي فانا وجانا. هلا هلا رحت بس على أساس أشوف التجديدات، لكن اكتشفت أنه في فعاليات تتعمل في رمضان يومياً. ومرة أعطاني المكان إلهام أني أبدأ أصمم شخصيات بالملابس التراثية هذه. وهذه الفرقة الغنائية تحديداً كانت أكثر حاجة ممتعة في المكان، كانت تعدي بين الناس وتغني وترقص الرقصات الشعبية، فحسيت هم أكثر ناس أبغى أرسمهم. وبصراحة ألوان ملابسهم هي اللي أغرتني أني أرسمها، مرة حبيت النتيجة. كمان حبيت أرسم واحد كان يبيع عصير توت وذكرني بشخصيات باب الحارة. شرفتوا يا نور العين، توت زي العسل يا عسل، اشرب توت. وكمان رسمت واحد كان يبيع شاي مغربي في المكان. بإذن الله أعيد الزيارة السنة الجاية.